الشمس غرت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام إذا الشمس غرت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام ومات البصر في العيون والبصائر وغاب الطريق في الخطوط والدوائر يا ساير يا داير. حلقة إبراهيم الطايف إبراهيم هز يا وز بروشينمون أيوة شنو حكيت الفيلم هذا وينو توا؟ اي الفيلم ما متصور معناها هذيك قبيله حكينا على الرساله اللي الفيلم هذا اللي فيلم غريب لانه الكتيبه نتاعو كما قلت لك عام انطلقت عام 2005 معناها سبع سنين وترفض وبعد صورت سنة شتا وكانت نسيته الفيلم وبعد وقت رفضت دعم عطوني دعم وعاودت رفضته وبعد عاودت قدمته لكن من غير تبديل ما تبدلش معناها من مشنا فالفيلم كنت تفكر قبيله قلت لك هذا الموضوع لا يتماشى مع المجتمع التونسي تزمد ديني اجرام انحراف ارجو لكم مزيد الواحد مزيد التوفيق اي في فرصه قادمه نعم بفضل الاكاديمي باش توليو نجوم يزيد نصور في الفيلم في الفيلم هذا نلقى نفس الموضوع ما بدلتوش حتى نقول لك شنو اللي تبدل فيه السيناريو قد لانه نلقى بعد الثوره اكثر تزمت ديني واكثر اشراف واكثر انحراف وهذا شيء طبيعي ما بعد الثوره معناها نحي حكايه التزمت الديني لانه هذا حاجه جديده هذه جاتنا الوهابية وهال الأمور ولكن اللي لاحظته أنا بعد الثورة هو وجود مجموعة من الملتحين اللي ليست لهم علاقة أي علاقة بالدين وهذا اللي كان مكتوب ليست لهم أي علاقة بالدين وعثوا في الأرض فسادا كما نقولوا معناها باسم الدين واستعمال الدين ماتية لكن هم مش هم معناها ليسوا بسلفيين وليسوا معناها ما عندهم حتى علاقه بالدين ولكن استعملوا الدين بالمظهر نتاعهم لانه اللحيه هي منسوبه احنا عرفناها منسوبه لكارل ماركس ومنسوبه لفيدل كاسترو ومنسوبه لتشي جيفارا وعرفناها كذلك منسوبه الى المتدينين شيخ سمح لك قيمتك مخر صار هجوم مسلح حفلة الأكاديمية فين عليا وسايبني فلوسي ليلة زرقاء جاونا جماعة هكا في الحي وكلاشينكوف والله أكبر ويا عاهرة هزوا لي فلوسي تاع الأكاديمية لما ترجع للعنوان الجديد نتاعو باللغة الفرنسية أفخو كيبيد ستيبيد معناها هما ثلاثي السرقة والخطفة والقلبة فهمت والغباء والغباء في نفس الوقت الغباء هما أغبياء وأفخو وكيبيد وسيبيد أغبياء وبهي وسراق هذا الكل في يقول لك في قصة بسيطة ولكن تصورت بعد الثورة ما اللي جابت لي الثورة هي اللغة الجديدة اللي تخلقت لغة جديدة نتعاملوا بها الغالب تي عندك الانفلونس نتاع فيسبوك عندك الانفلونس نتاع الكلام الجديد اللي خرج في الشارع حرية التعبير جابت حوايج باهية ولكن جابت لنا كذلك لغة أخرى فاللغة هذه اللي كانت بني ولات اكسيسيبل فهمتني وكذلك من ناحية الديكور لأنه يعني بعد الثورة الديكور ولو أنه الديكور الأفريكا ما عادش الأفريكا الديكور تبدل فتعاملت مع التبديل نتاع الديكور وتبديل اللي صارت عندنا في اللغه في فيلم كوميدي اللي ان شاء الله باش يخرج وتشوفوه معناها. سمك ربي؟ ميمونة سيدي الشيخ. أمير. ميمونة سيدي الأمير. الكرذونة بح. اخبوا مرة بيكم. ترجعوا كامل بالفلوس. يا ميمونة. هز النقاب شوي. يا اخي واش تم؟ فما برشا مفاجآت صار. زيد هز.
هزي وزي علاش كان اسمه فلوس اكاديمي هزي وز يقول قايل عنوان مصري على مركب على اغنيه رقصه والكل هو بالضبط هو هزي وز هي اللي عمل الموسيقى هو زايد حمدان من لبنان معناها من الجروب سوبكينز معناها كان تعرفهم وفما اغنيه مكتوبه اللي اسمها هزي وز اللي هي الليت موتيف ما بين الاطراف هذوما الملتحين وكانك مش اخترت ما اخترتش انا كنت في الديبي كنت باش نعمل كومبوزيسيون اوريجينال نتاع ولكن لقائي ب لما سمعت اغنيه هز يا وز في ولقائي مع زايد حمدان الموسيقات الاخرى في الفيلم لانه الموسيقى مهمه وال في الفيلم انا فما لو بيرسوناج ديال فيس بريسلي اللي تلعب سوسن معالج دونك مغرومه بالفيس وتغني دونك الفيس شرينا الفيس فما انا مش كافر نتاع زيد حباني انا مش كافر بس الجوع كافر انا مش كافر بس المرض كافر انا مش كافر بس الفقر كافر والذل كافر انا مش كافر لكن فما كوثر بالحاج فما قلت لك فاطمه بن سعيدان سوسن معالج عفيف بن محمود وفي الاولاد فما بسام حمراوي فيصل الحذيري فما دالي محمد علي دمق برشا ممثلين معناها برشا سامحوني نسيتهم ولكن فما شله حلوه خاصه جايه من المسرح لانه يعني حب كبير للمسرح وتعامل مع الممثلين المسرحيين يعطيني برشا شحنه على على البلاتو لا مش لا جو سوي سيريو شحنه معناها انه الممثل المسرحي يتعامل اولا يحفظ النص الممثل اللي متكون انا ما تكونش في الاخراج وليت مخرج ولكن ممكن ما نجمش نمثل لانه ما تنجمش تكون بالنسبه لي ما تنجمش عندك موهبه في التمثيل ولكن انك تكون تدخل المسرح والكل يساعدك برشا على باش تدخل للسينما وتدخل لكل العروض سناء وهذا شيء باهي فما ميسره نتاع سابا نتاع افلام ويلزمنا نبرمجوا باش نخرجوا معناها في انه نكونوا معناها ننسقوا مع بعضنا باش مازلنا ما نسقناش اما باش نتلاقاو هذاك علاش اللي يقول لك باش يخرج الفيلم بتاعي في مارس ممكن مش صحيح ولا كان باش نقول لك انا في مارس اذا كان ما صارتش هالتنسيقيه هذه كما التنسيقيه نتاع الترويكا باش تسمي باش تتلاقاو ابراهيم اسكو مش احنا باش نتلاقاو باش نتلاقاو لا بالتليفونات مع بعضنا لا نقابل على شيء على طريق لي ديستريبيتور الموزعين خاطر كل موزع باش ياخذ موزعين اليوم فما الحبيب الهادي فما بيان سور عائلة الكوبانتيني فما معناها موزعين اخرين ممكن ولكن فما اكثر افلام من موزعين واكثر افلام من القاعات فهوني فما اشكاليه لاول مره مش يصير معناها فما عندك فيلم نوري بوزيد عندك فيلم نضال شتى فيلم محمد دمق فيلم نجيب بلقاضي فيلم مصلح كريب اللي خلط فيلم ابراهيم الطيف فيلم ما نعرفش شكون نسيت اخر ناصر خمير كذلك عنده فيلم فما برشا ناصر الدين السيني فيلم منتظر معناها برشا نستناو فيلم ناصر الدين دونك يا بوكو دو فيلم يفا فالوغ سوغانيزي بور باش الديستريبيسيون تكون معناها هذا اللي يخدم الفيلم ويخدم كذلك الجمهور ويخدم القاعات والناس كل تنجم تتنعوش في الحكايه هذه. الخدم هذا نتاع اليوم اللي قاعد يصير في 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 في, في تونس شنو المطلوب اليوم من الفنان من مخرج سينمائي من الدرامي من التشكيلي
وصلت للعمل ولا كيفاش؟ انا نقول بداية العمل لانه فما ثورتنا ما زلنا ما وصلناش نقولها ثورة ثقافية. اللي غاب منها هو هالعنصر الثقافي في الثورة، لأنه كل صحيح هي ثورة شغل كرامة وحرية وهذا الكل. اليوم بعد ما اكتسبنا هالحرية اللي الغيستونكور غولاتيف والكل، كيفاش باش ندافعوا عليها؟ فما عديد من الطرق انه ندافعوا على المكتسب هذا اللي كما قال المخرج مازالت نسبية وسيفغي مازالت اللي توتافي غولاتيف، لكن يلزم انه الأعمال الثقافية والكل، أن الثقافة تأخذ مكانتها في 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 هالثورة هذه. مش هنقول أنا للتوعية، لأنه مكان الثقافة مكان طبيعي، مش نحيو كلمة توعية، ولكن نأخذ مكاننا الطبيعي، لأنه الثقافة هي الوحيدة اليوم باش نجم تحد من ظاهرة التطرف، من ظاهرة الانزلاق فيغ لي زيكستريم كما نقولوا، والتعسف وعديد. والثقافه مهمتها كبيره برشا، معناها في بور اكومباني، معناها بور اكومباني سيت ريفوليسيون فيغ معناها دو ميور سيو كما نقولوا. دونك انا نقول مازلنا ما بديناش الثوره الثقافيه، ان شاء الله نخلطوا ان شاء الله، معناها نفيق ونخلطوا باش بور اكومباني معناها سيت ريفوليسيون، و لو فاكتور كولتوريل ا ايتي كومبليتمون معناها ابسون من الثوره. بين تشوف فيهم السياسيين حاليا عندهم الاليات هذه اللي تنجم توصلنا لشيء تحكي فيه؟ لا، هو صحيح انه لازم فما ان فولونتي معناها بوليتيك، لازم تكون فما اراده سياسيه، اراده سياسيه، ولكن ما نقعدوش نستناو إرادة سياسية كذلك pour nous imposer en tant que معناها élément كيفاش يقولوا، لا مش يكمل، élément فاعل معناها في الثقافة هي كذلك سياسة، ولكن ما هي الثقافة اللي اللي تكون معناها صالحة اليوم pour accompagner cette الثورة؟ هذا سؤال، ولكن لازمنا نكونوا احنا مازلنا ما بديناش الثورة الثقافية. Il n'est pas trop tard, mais il va falloir qu'on s'y mette. Voilà. Yeah.